السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي نعمل موضوع التحريك وموضوع ان انا اكبر وصغر عنصر، موضوع ان انا اعمل له استدارة في برنامج اوتوديسك شوكيس. اول حاجة لما اجي اعمل تحديد لحاجة مجرد بس على كليك شمال، وبعد كده ممكن اجي في قائمة ايديت واقول له شو ترانسفورم هاندلز، ده بيديني الادوات المساعدات. لو انا عايز احرك بقى على اي سهم فيهم بيمثلوا الاكس والواي والزد، يعني مثلا ده الزد هبدأ احركه لفوق فلاقي الشكل اتحرك معايا. لو عايز اكتب رقم، يعني عايز احرك مسافة معينة، بدوس عليه شوية بالماوس شمال وابدأ اكتب، اقول مثلا 50، عايز احركه مثلا في الاتجاه دوت، ادوس على السهم دوت شوية مدة ثانية بس كده، واقول مثلا 20 فلاقيه اتحرك معايا. لو عايز يعمل سكيل بجي على المربع دوت، وابدأ اسحب بلاقي الشكل معايا بيكبر ويصغر زي ما انا عايز. ماشي، لو عايز اعمل استدارة بلاقي الاتجاهات ديت في الاتجاه اللي انا عايزه. تمام. طيب لو انا عايز انقل الشكل من مكان لمكان بعلم عليه وادوس حرف الاس وافضل دايس على حرف الاس وادوس على المكان الجديد، الاقيت نقل من المكان اللي كان فيه للمكان الجديد اللي انا لسه محدده. يعني انا كده عامل عليه سيلكت، هدوس اس واختار المكان دوت، لقيتنا المكان دوت. عايز اعمل استدارة ادي ايه، الموضوع سهل وبسيط زي ما انتم شايفين، ادوات سهلة ولذيذة واعتقد ان كلنا متعودين عليها. اخوكم عمر سليم.